ما دور الوساطات الدولية والمجتمع الدولي من هذه الأزمة؟ ونحن نعلم أيضا أن أثيوبيا ترفض تدويل القضية برمتها أصلا. نعم، أثيوبيا رفضت من قبل تدخل الخزانة الأمريكية، ورفضت الاتحاد الأوروبي من قبل، وبحجة أن التدويل يضر بالمسألة. ولكن المجتمع الدولي له الآليات، سواء كان إيقاف الدعم، عقوبات اقتصادية، إجبار أثيوبيا على إيقاف العمل بالست وعدم الملء إلا بعد الاتفاق الملزم بين كل الأطراف. صحيح هذه أيضا الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية لها مصالح في أثيوبيا، وخاصة الاتحاد الأوروبي له مشروعات على جدار السد، وله تمويل تم لهذا السد، وبالتالي يخاف على مصالحه من أن تتعرض أثيوبيا إلى أي ضربات قتالية وهكذا أشياء.